وصبرنا أيضا له حدود، ولا يمكن أن نبقى نتفرج على دماء أهلنا تنزف يوميا وهم يتبجحون بدعم هؤلاء تحت عناوين زائفة. تورط نظام الأسد في زعزعة الأمن في العراق وقتل المدنيين بحسب إقرار المالكي لم يغير حقيقة أن العملية السياسية في العراق ومنذ انطلاق الثورة في سوريا سخرت كل الوسائل لدعم نظام الأسد وحمايته من السقوط على مدار أكثر من 10 سنوات، لتأتي زيارة السودان الأخيرة إلى دمشق تتويجا لهذا الدعم وترسيخا لفكرة أن جميع الأنظمة الخادمة للمشروع الإيراني هي بيادق بيد نظام خامنئي وتسخر ثروات بلادها لدعم مشروعه التوسعي. موقع ميدل إيست أي البريطاني قرأ زيارة محمد السوداني لدمشق بطريقة تختلف عن تطبيع الدول العربية مع نظام الأسد، واعتبر هذه الزيارة فصلاً جديداً من فصول الدعم المادي لنظام الأسد الذي يحتاج إلى أي متنفس للتخلص من عبء العقوبات الأمريكية والأوروبية. وبينما الشعب العراقي يعيش في ظل وطأة أزمة اقتصادية، تتحول موارد العراق إلى شريان لإمداد النظام الإيراني شرقاً والسوري غرباً بالأموال ولا سيما العملة الأجنبية. يضاف إلى ذلك فإن الحكومات في بغداد حجر عثرة في الجامعة العربية ضد أي قرارات تدين جرائم النظام السوري أثناء عزلته عن محيطه العربي رداً على جرائمه التي ارتكبها ضد السوريين. الموقع البريطاني أشار إلى الدور الكبير الذي لعبته ميليشيات الحشد في القتال إلى جانب نظام الأسد، وكذلك التكلفة الهائلة من ثمن ترسانة عسكرية وأموال نقدية أنفقت من خزينة العراق على هذه الميليشيات.